السلام عليكم وحياكم الله في الجزء الثاني من جولة في ركن جرير في معرض المدن الذكية. هذا منتج ثاني مفيد جداً من ديلينك اسمه سمارت باور ستريب، توصيلة كهربائية مثل اللي نستخدمها في بيوتنا كلنا، لكن لها فائدة ذكية تقدر تخلي حياتك منظمة بشكل ذكي. كيف؟ أول شيء طبعاً كل جهاز تركبه في هذه راح تقدر تتحكم فيه عن طريق الجوال والواي فاي من أي مكان أنت تكون فيه حتى لو برا البيت. يعني مثلاً أعطيكم مثال ليش هذه ممكن تكون مفيدة جداً. تخيل أنك طلعت من البيت، هذا شيء يعني جداً خطر، يعني تخيل أنك طلعت من البيت ونسيت المكوى شغالة، أو يمكن ما نسيتها، يمكن أنك ملخبط تجلس عادة إيش تسوي، تهوجس نسيتها ما نسيتها، ما في أحد في البيت تتصل عليه يتأكد. هنا يجي فائدة هذه، تقدر تدخل تعرف أي منفذ بالضبط اللي مشغل عليه المكواة وتفصلها أو تفصلهم كلهم، شيء راجع لك إيش تشبك فيها، تشبك فيها المكواة، تشبك فيها تلفزيون، تشبك فيها إضاءة، بكيفك تقدر تتحكم فيهم جميعا. وهذه واحدة من الفوائد اللي لهذه التوصيلة، مو بس أنك تقدر تطفي الأشياء وتقفلها وانت برا البيت وفي أي وقت، تقدر تبرمجها. يعني مثلا نفس الفكرة اللي قلناها مع البيضة الذكية تقدر تسويها عن طريق هذا. لو التلفزيون مشبوك بالكهرب هنا تقدر تقول للتوصيلة الساعة 2 الليل تفصلين كل الأجهزة من الكهرب، ما يحتاج صرف كهرب إضافي، سواء إضاءة تلفزيون إلى آخره. فتقدر تبرمجها بالتوقيت اللي أنت تبغاه، تقدر تتحكم فيها يدويا. هذه هي التوصيلة الذكية من ديلينك. المنتج التالي اللي عندنا هو المكنسة الذكية روبوفاك من إيوفي. طبعا انتم شايفينها معانا، هي شغاله هنا لحالها، كارفينها هنا في البوث في الجناح. فهذه العلبه حقتها، وليش هذه المكنسه شيء رائع وممكن يستفيد منه اي شخص؟ لانه باختصار شديد راح تقوم بالواجب بدون ما تتعبك. مو بس تقدر تتحكم فيها عن طريق الريموت اللي يجي معها، مع ريموت كنترول تقدر تتحكم فيها بشكل طبيعي، تشغلها تطفيها تأمرها ترجع لقاعدتها، لانها تقدر ترجع لقاعدتها وتشحن بنفسها. لكن بنفس الوقت لها أبليكيشن، الأبليكيشن في كل الخصائص اللي موجودة في الريموت، من تحكم بالمكنسة الذكية بالإضافة للخصائص الخاصة بالأبليكيشن اللي هي إيش؟ خاصيتين مهمة. الجدولة تقدر تجدول عملها، يعني فرضاً أنت تطلع من الدوام الساعة 9 الصباح تقول لها الساعة 9 وربع تبدين تشتغلين عشان ما تزعجك في البيت، يمكن عشان ما تمر تحتك ولا تسمع صوتها، خلها تشتغل لما تطلع من الدوام، خلت تشتغل قبل لا ترجع من الدوام براحتك، انت وتشوف الجدول المناسب لك. شيء ثاني تقدر تسويه، فرضا انك شغلتها في البيت وراحت مكان بعيد وانت ما تدري وينها، في خاصيه في الابلكيشن اسمها فايند، يعني يقدر يبحث لك عن المكنسه الذكيه ذي ويلقى لك وين رايحه. زي انا الحين صراحه اوكي هذه تحتي هنا موجوده، فتقدر تبحث عنها. خلصت ايش تقدر تسوي؟ ابد مو بس تطفيها، يعني انا اقدر اطفيها حاليا، اقدر اتحكم فيها بشكل يدوي. طيب وبوريكم واحدة من الأشياء الرهيبة في الجهاز هذا، تقدر تتجنب العتبات اللي زي هذه ما تطيح، تقدر تتعرف عليها. فواحدة من الأشياء اللي تميز فيها هذه المكنسة إن لو في مكان في عتبة ممكن تطيح منها، هي عندها حساس تقدر تتعرف على هذا الشيء، طق ريوس ترجع يعني ما تطيح. فهذا شيء مهم. عندك سجادة مخليها صايرة مرتفعة كذا، تقدر ترقى فوقها، تسوي أشياء كثيرة. طبعا اذا خلصت منها في زر في الريموت وايضا في التطبيق يخليها ترجع بنفسها الى الشاحن. يعني انا الحين هنا شغلتها قاعد اقول لها ارجع الى الشاحن، هي من نفسها تقدر تتعرف وين مكان الشاحن وترجع له وترجع تشحن نفسها عشان صار عندها بطاريه وتشتغل اكثر. تشوفون كيف شوي شوي قاعده تروح للشاحن. انا الشاحن حاطه هناك في الارض، تشوفونه هذاك هو القاعده حقتها اللي هي تشحن فيها، جالسة تروح لها بنفسها وراح توصل إلى ما توصل للقاعدة وتثبت مكانها في القاعدة وتبدأ تشحن نفسها. يعني المكنسة الذكية فعلا ذكية، يعني يكفي هذه الحركة اللي قاعدة تسويها صراحة وانتهينا خلاص، قاعدة تشحن متى ما أبغى أشغلها مرة ثانية عن طريق التطبيق أو الريموت أشغلها. تابعونا في الجزء الثالث للمزيد من الأجهزة في جناح جرير في المدن الذكية.